السلام عليكم، معكم الشيف مصطفى من مطبخ الأكلات العراقية. اليوم حبيت أقدم لكم طريقة عمل سلطة اللهانة بدبس الرمان. نبدأ المقادير. بسم الله الرحمن الرحيم. هنا عندي نص حبة لهانة مثل هاي، النص الثاني مالت هاي قطعته بهالصورة وصار ناعم وغسلته وخليته بالمصفي وصفه من المي مالته، وخليته هنا وضفت له عصير نصف ليمونة ورشة فلفل أسود، وهنا ضفت له نصف ملعقة أكل ملح وخلطته خلط جيد بهالصورة، وراح أتركه على جهة إلى أن تذبل شوية اللهانة. بينما أحضر الصوص وراح أزينها بالخيار والطماطة والمعدنوس. عندي 2 ملعقة أكل دبس الرمان و1 ملعقة أكل كاتشب وتقريبا 3 إلى 4 ملعقة أكل خل ورشة سماق، خلطتهم زين. وراح أخلي هاي اللهانة بهذا طبق التقديم، وخليت عليها خيار مقطع وطماطم مقطعة ومعدنوس، وصبيت عليها قسم من الصوص. وأنا أخلي باقي الصوص بكاسة إلى جانب الطبق حسب الرغبة، إذا واحد يحب يضيف أكثر للطبق مالته ياخذ من عدها، يعني ما أحب أخلطها كلها وياه. وقدمتها صحية وطعمها طيب ومفيدة حتى للسحور والفطور. وهذا شكلها النهائي، جربوها إن شاء الله تعجبكم وألف عافية. ولا تنسون تسوون لايك للفيديو إذا عجبكم وتنشرون الفيديو بين أصدقائكم. يعني من تنشرون الفيديو خلوا الرابط مالت الفيديو حتى يكون دعم للقناة وينتشر، وتشتركون بالقناة إذا ما مشتركين، وتفعلون الجرس اللي بجانب الاشتراك حتى يوصلكم كل جديد من مطبخ الأكلات العراقية.